السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم. شاهد ظهور علامات الساعة الكبرى الآن عند المسجد الأقصى في فلسطين، ولكن قبل أن نبدأ اثبت وجودك بالصلاة على النبي العدنان حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسى الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو ليصلك منا كل جديد بإذن الله. كما يعلم الجميع، قد شهدت الأيام الماضية مواجهات عنيفة وشرسة بين الفلسطينيون وقوات الاحتلال الإسرائيلي، حيث اقتحم الاحتلال المسجد الأقصى وشن هجوما جويا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد المئات من الفلسطينيون وإصابة الكثير. لعلكم الآن تتساءلون ما علاقة ذلك بالعلامة التي تعد من علامات الساعة الكبرى التي ظهرت اليوم، فتابعونا. وما هي هذه العلامة التي ظهرت؟ هذه العلامة التي ظهرت اليوم والتي تعد من علامات الساعة الكبرى سببها ما يحدث الآن في فلسطين. نعم، بسبب الهجوم الشديد الذي شنه الاحتلال على فلسطين في تلك الأيام، اتحدت جميع الشعوب العربية والإسلامية وترابطوا. فقد خرج الشعب الأردني بالأمس في مسيرة ضخمة وذهبوا إلى الحدود الفلسطينية وقرروا بأن يجاهدوا مع الفلسطينيين نصرة لله ولفلسطين والمسجد الأقصى. أيضا هناك الكثير من الشعب المصري يطالبون بفتح الحدود بين فلسطين ومصر لكي يتمكنوا من دعم أشقائهم من الشعب الفلسطيني، وكذلك الشعب السعودي والكويتي والمغربي. أحبابي في الله، لقد توحدت الشعوب العربية وأصبحوا على أهبة الاستعداد، جاهزون للملحمة الكبرى ألا وهي تحرير فلسطين والمسجد الأقصى، والتي تعد من علامات الساعة الكبرى. نعم، تحرير فلسطين من علامات الساعة الكبرى، وهو وعد الله لعباده المسلمين. وإن المواجهة بين المسلمين واليهود ستكون في فلسطين، حيث قال ابن باز: نهاية اليهود ستكون على أيدي المسلمين لا محالة. فعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، حتى يقول الحجر: تعال يا مسلم، هذا يهودي ورائي فاقتله. أحبابي في الله، الوطن العربي بأكمله أصبح مهيئا الآن للملحمة الكبرى، وهذا ما أخبرنا به النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال بأن قتال المسلمين واليهود سيحدث في آخر الزمان، وهو من علامات الساعة. اللهم انصر فلسطين وأهلها، اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم رد عنا كيدهم وأزل دولتهم واذهب عن أرضك سلطانهم ولا تدع لهم سبيلا على أحد من عبادك المؤمنين. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم.